أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم مع درس جديد من دروس التربية، وقلنا بأن أعظم دروس التربية هي التي نتلقاها، نأخذها عن الله ثم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها دروس معصومة من الأهواء، ومعصومة من الزيغ والضلال، ومعصومة من الهوى. فدرس الليلة من القسم الثاني من دروس التربية، ألا وهي التربية على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث الليلة يرويه لنا أبو داود عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. هذا الحديث منذ أن اطلعت عليه وأنا أرى أن فيه موقفا رائعا ودرسا بديعا من دروس التربية المحمدية صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر بأن الله سبحانه وتعالى ما أجرى هذه المواقف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وما أجرى هذه الأحداث بين الناس في عصره صلى الله عليه وسلم، إلا ليكون الدرس خالدا إلى يوم القيامة لكل من يأتي بعد الجيل الأول ليتعلم من هذه الدروس العظام. فما حكاية هذا الحديث الجميل؟ رجل من الصحابة يقول: أصابتني سنة. كلمة أصابتني سنة يعني أصبت بمجاعة أو بفقر أو بحاجة شديدة، لدرجة أنني لا أجد اللقمة التي آكلها، هي دي معنى أصابتني سنة. فدخلت حائطا من حيطان المدينة، وجدت بستان في المدينة المنورة، وهو كان من ساكن المدينة، فدخل هذا الحائط ففركت سنبلا فأكلت. عارف حضرتك الغلة اللي احنا بنزرعها في الغيط عندنا، ايجا بقى على شوية كده من السنابل بتاعي كده، راح فركها كده، فبدأت الحبة تكون بين ايدي، فراح اعمل فيها ايه؟ واكلها. طبعا انت لو لقيت حبة واحدة، حبة قمح يعني، في رغيف عيش دلوقتي وانت بتشتريه، تدنك تسب وتلعن للخباز وللفران لغاية ما تخلص اكل، عشان احنا مرفهين. يقول: فأكلت، وبعد ما أكل وحملت في ثوبي. طب انت شايل في ثوبك ليه؟ تقريبا يا جماعة كان عنده أبناء وجياع ولا يجدون لقمة العيش، فأخذ لهم بعض هذه السنابل وبعض هذه الحبات عشان يأكلوا منهم مكان. فجاء صاحبه، حظه بقى من شافه صاحب الايه الحائط ده او صاحب البستان ده، فضربني واخذ ثوبي، ضربه وخد ايه؟ وخد حته الجلابيه اللي عليه. طب واحد زي ده مش لاقي ياكل، كان هيبقى عليه ايه؟ بدله ولا سويتر
ولا بلطو ولا عباية تلاقي عليه حتة جربيه هي اللي حلته يعني نظفه يعني يبقى ضربه وأخذ ثوبة. الصحابي الجليل بيقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حس انه اتظلم حس انه اتهان وحس انه اتسرق فراح رايح لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى له ما حدث. فصاحب الحائط أو صاحب البستان تقريبا دعاه رسول الله بعث له يعني عشان يجي. المنطق بتاعنا البسيط أو المتسرع، خلي بالك دي درس التربية في الحتة دي، الدرس الأول في التربية من هذه اللقطة الجميلة يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتسرع في الحكم أبدا أبدا. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل اللي دخل البستان والحائط ده فوجد أنه كان إيه مع عدو وما حلتوش حاجة خالص، والرجل في حالة فقر شديدة جدا. فنظر إلى صاحب البستان وصاحب الحائط ولامه على ما فعله مع ذلك الرجل. يبقى لام مين؟ اللي خد ولا اللي اتخذ منه؟ المنطق البسيط قوي بيقولك لا، ده كان يلوم مين؟ اللي خد. ازاي تجرؤ تدخل للمكان ده؟ ادي واحد. وازاي تجرؤ تاخد من السنابل وتفركها ده؟ طب ازاي تجرؤ تشيل معاك كمان؟ ثلاث قضايا اخطر من بعض. ازاي تجرؤ تدخل مكان مش بتاعك؟ اثنين، ازاي تجرؤ وتاكل من غير اذن؟ ثلاثه، ازاي تجرؤ وتحمل معاك وتطلع من البستان بالحاجه دي؟ يعني لو بصيناها بالمساله الحسابيه هنلاقي ان هو انضرب واتخذ ثياب اثنين، انما هو عمل كم غلطه؟ ثلاثه. يبقى مين يفوز بالماتش ده؟ صاحب البستان، يبقى عليه هو الحق. لكن النظرة المتسرعة للقضايا وللأحكام خطأ بكل المقاييس. فقال لصاحب البستان أعطه ثوبة، يدي له الجلابية اللي انت خدتها منه، وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام، ثم نظر إليه وعلمه كيف تكون النظرة لمثل هذا المحتاج. قال لصاحب البستان كلمتين أدق من بعض، قال ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا. يعني قبل ما كنت تضربه وتتسرع وتشد السوق بتاعه وتاخده بقى يعني بدل اللي كاله ولا كده دي بليه، كنت الأول شوف هو فاهم إن اللي عمله ده خطأ ولا صواب، من حقه ولا مش من حقه، يعمله ولا ما يعملوش. يبقى كان يجب تعمل إيه؟ تعلمه قبل ما تعاقبه. فهذا درس في تربية راق مع الخطائين من أبنائنا أو زوجاتنا أو إخواننا أو عمالنا أو اللي عايشين معنا في المجتمع، ألا نتسرع في العقاب قبل أن نعلمهم الصواب من الخطأ. صح؟ هذه نمرة واحد. اللقطة اللي أبدع من دي كمان تربويا إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المجتمع كله إن كنت لو شفت واحد مد إيده لا تقطعوا له يدا قبل أن تعلموا ما العلة التي من أجلها مد يده. صح ولا مش صح؟ دي مهمة. أيوة أنتوا اللي وصلتوه كده. ولذلك القانون الشرع الدقيق جدا بيقول لك ايه؟ يقول لك وجب على المجتمع اذا راى صاحب حاجه ان يعطيه حاجته خاصه اذا كانت من الضروريات. فان ابى المجتمع فاخذها فليس للمجتمع ان يقيم عليه حد الله. والكلام ده ما جبتوش من فراغ. فاكرين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في عام المجاعه؟ عام المجاعه يعني عام كان ايه؟ قحط. فكان بعض الناس يعمل ايه بقى؟ هيموت من الجوع وعياله ومراته هيموتوا من الجوع، يروح نازل بستان زي ده كده، يروح ايه واخد له شويه حاجات كده وموديهم لعياله عشان ياكلوا وما يموتوش. في غير العام ده
كان لو واحد عمل الحركة دي كان يتاخد ويشوف بقى ويروح قطعين ايديه او سجنين او ضربين او مش عارف موبخين او غير ذلك او معذرين او كده. في العمدة بالذات عطل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة. يعني ايه؟ يعني اللي كان بيعمل حركة زي دي عشان المجاعة اللي هم فيها كان يفوتها بيقول له عد 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 ما ناس ايه؟ ناس محتاجة والناس مش لاقية حتى اللقمة وعينه ما يموتوا. فدافع الأبوة عندي جعلني أفعل ذلك رغم أنه خطأ، فعدها لي مين؟ عمر بن الخطاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول قبل ما تقطع إيده وقبل ما تعاقبه قبل ما تسجنه اسأله وشوف وابحث ودقق هو وصل للمرحلة دي إزاي وإيه اللي يوصله إن هو يكون كده. خلي بالك زمان كان في فيلم اسمه ايه جعلوني مجرما، جعلوني ايه فعلا يا جماعه ممكن المجتمع توصلك في لحظه من اللحظات انك انت تكون مجرم وبعد كده يحطوك في السجن ويقولوا لك احنا لازم نقيم عليك الحد والعقوبه القانونيه، وده قمه الظلم. وده اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك يصححه لينا، يصححه لينا ما علمت اذ كان جاهلا. فمبدأ ان احنا نعلم بعض الصواب من الخطأ قبل ان نعاقب ده مبدأ تربوي رقي جدا. ومبدأ ان احنا نعطي ونكفل ونسد حاجات بعض قبل ما نقول احنا بنمد ايدينا وقبل ما نقول احنا غلطنا وقبل ما نعاقب ده مبدأ تربوي رقي جدا 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 جدا. اعجبني مشهدين رائعين. مشهد اللي حصل في عام المجاعة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، سمعتوه؟ اللي هو ايه؟ عطل حد السرقة في عام المجاعة، يعني ما حدش يتقطع ايده في العام ده حتى لو سرق. واعجبني مشهد مقابل ليه تماما بتمام في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. ايه المشهد ده؟ المشهد ده ان سيدنا عمر بن عبد العزيز لقطتين بالكاميرا تشوفهم بقلبك. اللقطة الأولى ترى إن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان قوي جدا 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 في قمع الحدود لأبعد درجة أنت تتخيلها. يعني مرة من المرات قرأت في الأثر إن سيدنا عمر بن عبد العزيز جاءه بعض الشباب سكارى كانوا بيشربوا خمر، وواحد معهم ايه وشه منور كده وفايق قوي ومركز قوي عارف هو ماشي ازاي وعارف بيقول ايه، فعلم انهم كانوا يشربون الخمر فقال لجنوده اقيموا عليهم الحد جميعا. فاللي رايق ده واللي صاحي ده واللي وشه منور ده قال انا كنت معهم لكني ما شربت وكنت صائما. فسيدنا عمر بن عبد العزيز من الدقة بقى التربوية اللي أنا بقولها لكم دلوقتي ديت أمر بجلدهم وأن يبدأوا به هو أولا. طب ليه؟ طب إيه أنت إيه اللي معادك معاه؟ وصائم وراجل تقي وورع ولا ما غير ذلك وساكت عليهم ليه؟ شفت أنا بس بديك نموذج لليه؟ للقوة في إقامة الحد في عهد مين؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز. دي اللقطة الأولانية بالكاميرا، اللقطة الثانية جنبها مباشرة عشان اللقطة دي هتقابل اللي حصل في عهد سيدنا عمر في عهد المجاعة لما عطل حد السرقة. سيدنا عمر بن عبد العزيز وصل الأمن والرخاء في زمانه لدرجة إن بيت مال المسلمين الخزنة، يعني خزنة كبيرة قوي بتاعت البلاد يعني اتملت عن آخره. فبعتوا له قالوا له يا أمير المؤمنين احنا يعني بيت المال ايه؟ اتملى على الآخر. فقال ابحثوا عن كل مديون فأعطوه ليسد دينه. صليت على الحبيب. بحثوا في كل البلاد وكل الأقطار مع اتساعها ورقعة الدولة الإسلامية آنذاك على اتساعها لكل واحد عليه دين ادوله من بيت المال خد سد دينك خد سد دينك خد سد دينك. ثم بعثوا إلي يا أمير المؤمنين سددنا ديون المديونين جميعا وبيت مال المسلمين مليء بالمال. فقال ابحثوا عن كل يتيم فاكفلوه
وكل أرملة فأعيلوه، وكل مريض فأنفقوا على علاجه كاملا من بيت من المسلمين. ففعلوا، ثم أرسلوا إليه ثالثة وقالوا يا أمير المؤمنين بقي مال كثير في بيت من المسلمين. فقال ابحثوا عن كل شاب يريد الزواج فزوجوه من بيت من المسلمين، وعن كل فتاة حان زواجها فزوجوها من بيت مال المسلمين. فبعثوا إليه وقالوا زوجناهم جميعا وبقي من بيت مال المسلمين الكثير. أنا عايز أقول إيه؟ أنا ليه جبت اللقطة دي واللقطة دي مع الحديث ده؟ أنا بقول لحضرتك سيدنا عمر هنا قال إيه؟ ما هنقطعش إيد السارق لأن العام عام إيه؟ مجاعة وجوع. فراعى ظروف الناس في ذلك الوقت، فما ينفعش الحدود تقام دلوقتي. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان شديد جدا في إقامة الحد. ليه يا جماعة؟ لأن الرخاء والأمن والأمانة كان سائدا في عصره. الخلاصة إيه؟ إن كلما قلت، كلما زادت الحاجة وكسرت الفتن وكسرت المجاعات وكسرت الأزمات، فالحدود ممكن تريح شوية. وكلما كان هناك رخاء وهناك عدل وهناك أمان، كلما كان الأمر لابد من إقامة الحدود. فنسبة وتناسب. ويبقى السؤال في نهاية هذا الدرس التربوي الجميل، يا ترى العصر اللي احنا عايشين فيه عصر ايه بالضبط؟ إقامة حدود ولا تضيع لإقامة الحدود؟ ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا. تعامل مع الناس في أزماتهم وفي سقطاتهم وفي عثراتهم بهذا المبدأ التربوي الراقي. علمه فربما كان جاهلا، أو أعطه فربما كان محتاجا أو جائعا. قبل أن تقطع ثوبه ولحمه، وقبل أن تضرب ظهره وجلده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل العلم والعمل خالصين لوجهك الكريم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تخيف فيك رجاءنا. اللهم أطعمنا من جوع، اللهم أطعمنا من جوع، واكسنا من عري، واكسنا من عري، وعلمنا من جهل، وعلمنا من جهل، واسترنا في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم حسن أخلاقنا، وبارك في أرزاقنا، وتولى جميع أمورنا، وأمتنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.